البرنس السوبرمان البطل ناصر صالح نعطيه معنا. يا اهلا وسهلا فيك معنا في لايف ستايل. يا مرحبا اخوي، يعطيكم العافيه، شلونكم؟ يا اهلا، نحن منيح. اهلا يا اهلا، الحمد لله. يا مرحبا. نحن بس بدنا نقول لك الف مبروك على لقب كاس العالم للراليات الصحراويه للمره الخامسه وفوزك برالي حائل السعوده. الله يبارك فيكم، وطبعا يعني انا سعيد بهذه المقابله ومعرفتكم. مرحبا. الو. يس نعم سامعينك، تفضل. اي تسمعوني؟ ها نعم نعم، قطع شوي خط بس ماشي الحال. يعطيكم العافيه. ها نورا. ناصر كيف بتستعد لرالي دكارتا؟ طبعا اليوم احنا الحمد لله متواجدين هنا بالسعوديه ببلدنا الثاني، طبعا بجده بالاخص، تجهيزات مستمره خاصه رالي داكار معروف بصعوبته، باطول رالي بالعالم. وطبعا ان شاء الله نتمنى التوفيق، ومثل ما يعني احرزنا بطوله العالم خلال هذه السنه نبتدي ان شاء الله بسنه جديده ان شاء الله، والفوز بأول جولة هي من بطولة العالم وخاصة رالي داكار إن شاء الله. ناصر نحن بس بدنا نقول لك إنه كتير مبسوطين بإنجازاتك للصراحة، وسؤالي لك إنه أنت كنت دايما تقول للصحفيين إنه عندك أربع أحلام: الفوز برالي داكار ورالي الشرق الأوسط ورالي لبنان وتحقيق ميدالية أولمبية، وهولي كلهم عملتهم كلهم يعني الحمد لله. سؤالي هو شو الحافز اللي بيخليك متحمس للسباقات والمنافسة على الألقاب؟ والله الحافز يعني اللي يخليني دايما أني أكون بالصدارة أو أحقق الأحلام اللي أنا دايما تواردني في مسيرتي، يعني طبعا الاستمرارية وقرب الناس لي يعني ومساعدتهم لي، وطبعا هذا اللي يخلي الشخص دائما يكون بالمقدمة، ودائما يعني إذا أشوف الشخص فرحان يعني كني أنا فايز بأمور كثيرة في الحياة يعني. أكيد. ونتمنى إن شاء الله يعني التوفيق في جميع المجالات يعني، وخاصة يعني رياضة السيارات معروفة بصعوبتها. أكيد. بتكاليفها، لكن الحمد لله اليوم احنا محظوظين ان رالي داكار موجود هنا بالمنطقة عندنا في الشرق الأوسط، وجميع الرياضات خاصة رياضة السيارات يعني الفورمولا 1، رالي داكار، الموتر جي بي، يعني هذا شيء يعني الواحد بيكون جدا فرحان كرياضي محركات ان تكون جميع رياضة السيارات موجودة بالمنطقة يعني. أكيد. حقيقة يا ناصر دحين من أحلامي إني أكون معك في السيارة وأعيش التجربة هذه. والله توكل على الله، خلاص أنت محجوز يعني، وإن شاء الله تكون محجوز. إن شاء الله. بس أنا وين أنت مكانك بعد تجيك إن شاء الله. طيب ناصر بسألك، يعني يوم الجمعة الماضي تم انتخاب الإماراتي محمد بن سليم كرئيس من الاتحاد الدولي للسيارات FIA. نعم طبعاً. هذا يعتبر هو أول عربي يستلم هذا المنصب، إيش رأيك أنت إنه في عربي الآن يستلم منصب كهذا؟ طبعاً أنا أحب أني أبارك لأخي وصديقي الدكتور محمد بن سليم يعني كرئيس اتحاد السيارات، يعني هذا حاجة جداً كبيرة بالنسبة لنا إحنا كرياضيين وخاصة للمنطقة، يعني لأن المنطقة اليوم تحتاج يعني حاجة من هذا النوع، يعني كرئيس اتحاد يعني هذا مش بسيطة، يعني لأول مرة في تاريخ رياضة السيارات أو في منطقتنا أن يكون شخص يكون رئيس اتحاد رياضة السيارات يعني، وهذه معروفة دائما تكون عند الأوروبيين يعني، ولكن الحمد لله يعني هذا بجهد من الدكتور محمد بن سليم والأخوة خاصة الاتحادات الخليجية والعربية اللي يدعمه الدكتور محمد.